السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج السرشاجي. النهاردة هنتكلم إن ليه جسمك بيتخن، أو ليه جسمك بيحوش دهون، أو أنت ليه بتتخن وعايز تخس بس مش عارف تخس إزاي. أنا أقول لك الفكرة. أولا، هو حاجة منطقية جدا، الجسم بيحب جدا جدا إن هو يجمع الدهون ويخزن دهون، عشان لا قدر الله، لو لا قدر الله حصل مجاعة، فيحصل إن هو ياكل، أو يحصل عملية اسمها كيتوزيس، اللي هو ياكل من الدهون اللي عنده. فده امر نورمال، ان هو طبيعي ان هو يحصل، ان الجسم على طول هو ده اللي بيخزن دهون عنده. نيجي بقى للمرحله ان انت عايز مثلا تخس، او انت ليه بتتخن. انا هقول لك الفكره ان كان زمان قبل سنه 70 كان، او 1970، كانت العلماء كلها كانت بتحسب كل حاجه على طريق الكالوريز او السعرات الحراريه. لو انت مثلا كلت اكل معين بتحسب بسعر حراري معين، وعشان تخس لازم تقلل من السعرات الحراريه من اليوم بتاعك. فكنا احنا حاليا لسه المعتقد ده دلوقتي لسه ماشي لحد الان، يعني انت عايز تخس ابتدي اقلل اكلي، ابتدي اجيب عيش سن، ابتدي اجيب سلطه، ابتدي اكل حاجات مشويه، اجيب جبن، العب رياضه كتير وهكذا. احب اقول لك ان 70% الى 80% من الدايت او من الرجيم يعتمد اعتماد كلي على الاكل. فانا هفهمك على حاجه كده، او اقول لك على طريقه كده معينه وعلميه انك ازاي تعرف تخس. اولا، دلوقتي من بعد 1970 حصلت اجريت دراسه قبل كده، ان هي دلوقتي بقت يحسبوا الاكل بتاعك على طريق حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس. الجلايسيميك اندكس ده اللي هو ايه؟ مؤشر السكر في الدم، بحيث لما انت بتاكل اكل معين زي وليكن الفينو بيعلى مؤشر السكر للاخر. لو انت مثلا بتاكل اكل مثلا زي الفات، او اللي هي مثلا الدهون، المؤشر السكري بيقل شويه. وانا هحط لكم دلوقتي المؤشر السكري، او المؤشر ازاي لما انت بتاكل الكربوهيدرات او النشويات بيعلى قد ايه، والبروتين بيعلى قد ايه، والدهون بيعلى قد ايه. اكتشفوا ان كل النشويات، او اللي هي اسمها الكربوهيدرات او النشويات، الاثنين واحد. لما حضرتك بتاكلهم بيتحولوا لحاجه اسمها جلوكوز. الجلوكوز ده بيبتدي يتفرز، يعني يخش الدم. اول ما بيخش الدم يبتدي البنكرياس يفرز حاجه اسمها الانسولين، هرمون الانسولين او الانسولين هرمون. ده بيدخل يلم كل السكر اللي في الدم ويبتدي يوزعه في الخلايا، عشان الخلايا تمشي بالطاقه بتاعتها، يعني ايه، تاخد طاقتها، زي مثلا الخلايا، المخ، العضلات، القلب، الرئه وهكذا. بعد كده، طب افرض مثلا الجلوكوز ده اكتر شويه، يبتدي الانسولين يخزنه حاجه اسمها خلايا دهنيه، يفرز حاجه اسمها يخزنها في حاجه اسمها خلايا دهنيه. تمام. فاحنا نعمل ايه عشان ما نخسش، عشان قصدي ما نتخنش؟ نقلل نسبه الانسولين في الدم. نقللها بمعنى ايه؟ اللي احنا ما ناكلش كربوهيدرات تماما، ما ناكلش رز، ما ناكلش مكرونه، ما ناكلش عيش، ما ناكلش نشويات اللي هي النشا الابيض او العيش الابيض وهكذا. وناكل نعوض بقى ده ايه؟ ببروتين ودهون. على فكره يا جماعه، الدهون ما بتتخنش. الدهون حاجه اسمها بطيئه الامتصاص، بتقعد في الجسم طول الوقت. انت حتى لما انت تيجي تاكل مثلا حاجه فيها دهن كتير، تلاقيها واخده فتره كبيره قوي عقبال ما تمتصها. دي حاجه اسمها دهون بطيئه الامتصاص. والبروتين نفس النظام. عشان تخس لازم تبعد عن العيش، لازم تبعد عن السكر، لازم تبعد السكريات طبعا. السكر ده يعني ده كارثه. حاولوا تبعدوا عن الرز، الكربوهيدرات والسكريات. كربوهيدرات اللي هي او النشوي، الكربوهيدرات هي النشويات، اللي هي العيش، السكر، الرز، المكرونه، العيش الابيض، العيش السن. ابعد عن السكريات طبعا، كل انواع السكريات. وكل سنه وانتم طيبين، احنا في رمضان. حاول قد ما تقدر ان انت تبعد عن الحاجات دي كلها لمده اسبوعين ثلاثه، بحيث الانسولين يهبط قوي. بمجرد ما الانسولين هبط في الجسم، صدقني هتلاقي نتائج رهيبه. هتلاقي نتائج رهيبه بمعنى رهيبه. هتلاقي ان انت جسمك يبتدي يقل. اشرب ميه على قد ما تقدر، اشرب ميه على قد ما تقدر جدا. الميه، الجسم بيخزن ميه. لو انت مثلا واحد ما بتشربش ميه كتير، فانت عودت جسمك على الميه القليله، فالجسم يبتدي يخزن الميه. فانت عشان تخليه يتخلص من الميه اللي عنده، اشرب ميه كتير. يبتدي الجسم يبعت للمخ ان احنا دلوقتي خلاص احنا عندنا ميه كتير، فابتدي ايه، يتفرز. فانت لما بتعود جسمك على كده، بيبتدي لوحده بيعمل ايه، ان هو بيطلع الميه الزياده اللي عنده. فاتمنى ان انا اكون فدتكم في حاجه، ولو عايزين اي حاجه اعمل له كومنت عشان اعرف انتوا عايزين ايه، او تعرفوا ايه المشاكل اللي عندكم. وان شاء الله ان شاء الله حاجات بخصوص الدايت والرجيم، ان شاء الله ان شاء الله هنزلها اول باول. شكرا جدا.